بقى الدلو، الدلو عريس الليله، الشمس هتبقى في برجك، موعد ميلادك فينوس في برجك، عطارد جاي لك، معنى كده ان انت كواكب كتيره متجمعه عندك يا دلو، يعني الصوره بقى عندك انت بعد التعب عندك انفراجات وعندك تعويضات، حسم قرارات جديده لصالحك، طاقتك حلوه جدا، انسجام، ممكن زواج، ممكن ارتباط، ممكن مصالحات. الدلو اقوى الابراج الدلو في في الفتره اللي اقوى جايه ادواره في شهر فبراير. بالظبط. الجدي، الجدي الجدي طول الشهر حلو، طب ثلاث حلو، ده اسابيع خبر حلو. الاولانيين وحتى لما الشمس تدخل في الحوت. الجدي طبعا احب اقول لمي عز الدين كل سنه وانت طيبه، صديقه روحي وقلبي وتوامي مي عز الدين، بقول لك لان منك النهارده عيد ميلادها، جمعاء كل سنه هو وانت طيبه النهارده بجد، عيد ميلادها، كل كل سنه سنه وانت طيبه طيبه يا يا مي، ميمون. فهي اخر يوم في الجدي، فكل سنه وهي طيبه وان شاء الله نحتفل بيها احتفال حلو قوي. طيب الجدي يا مي ويا كل مواليد الجدي رائع، بيجنن، مكاسب مهنيه، عندك مفاوضات بيع وشراء في حاجه معينه هتجيب لك مكسب فلوس، تاثير الكواكب عليك حلوه، في نتاج لمجهودك اللي انت تعبت فيه قوي، انت هتحصد نتاج مجهوداتك، مقنع، واثق من نفسك، ملفت للنظر، كاريزماتيك جدا. الجدي انا شايفه شهر من الشهور اللي لازم ما طيب يفوتهاش، الحمد يتحرك لان لله. كل اموره فيها انفراج، الجدي ايه الشهر وطول الحلو الشهر ده؟ ما عندوش مثلا تمام. ايام وايام، فيستفيد جدا من الشهر القوي ده.